كتاب مش عايزه وانت لو عندك كتاب مش عايزه احنا ممكن نتبادله في النهايه انا وانت نبقى نستفيد. يعني فكرنا في فكره ان كل واحد ده عنده كتاب مستغني عنه او قراه خلصه خلاص استفاد بيه يفيد غيره بقى زي ما هو استفاد بيه. هو بيبدا بيكتب ابلكيشن باسم الكتاب اللي عنده اللي هو مش محتاجه خلاص واللي هو قبل كده. بنسالك فيها عدد الكتب اللي انت جايبها قد ايه، بتسلمنا الكتب قبلها بيومين، احنا بنوفر لك مكان تحط تعرض عليه الكتب بتاعتك انت والناس التانيين. بنعرضها ندي الكتب اللي موجوده عندنا واللي عايز يبدلها بكتاب تاني وكنا بنوصلهم ببعض. بتروح تشوف كتب حد تاني تقول له انا عاجبني الكتاب ده والكتاب ده، طب ممكن حضرتك تيجي تشوف مثلا الكتب اللي عندي لو عايز حاجه عجبكم حاجه، بتقوموا بالتبادل. بنحط الكتب بنرتبها بشكل كويس وبنوفر لهم مساحة الناس تقدر تتبادل فيها كتب في هدوء. يعني التذاكر مجانية وتبديل الكتب مجاني خيري، بحيث ان اسعار الكتب اللي هي الغالية قوي دي ممكن بتخلي ناس كتير تحجم عن القراية. يعني نفسي اول ما الناس تتفاعل معنا وفرحانة جدا بالموضوع، نفسي بس نكمل على كده ان شاء الله. نتمنى من الشباب اللي احنا كلنا نبدأ نتجمع تاني مع بعض ونشتغل في طريق واحد سواء في العمل الخدمي او الخيري او الثقافي.